هنا هنا كيبداو النقط، كيبداو من الفروض العاديه، الفروض العاديه اللي كيدوزوا تلامد طيله السنه، وكيبدا المصدر الاول ديال الخطا ديال النقط من الاستاذ. ممكن ان الاستاذ في البدايه فاش يلا يكون كيصحح يكون يخطا، فاش كياخذ الاستاذ هذوك الاوراق، كياخذ دوك الاوراق وكيبدا يسجل دوك النقط ديالهم في لائحه، واحد اللائحه كتعطيها الاداره للاستاذ، فيها فيها الاسماء ديال التلاميذ، كيقيد تما يعني النقط ديال التلاميذ. هنا ممكن انه يرتكب خطا اخر، ممكن ان هذاك النقطه اللي في الورقه يجي يبغي يكتبها في اللائحه ديال التلاميذ، يقدر يكتبها غلطه. هذا المصدر الثاني، هنا فين خص يركز مزيان باش ما يكتبش شي خطا. من بعد المرحله الاخرى، بعد كيمشي الاستاذ كيدخل النقط في مسار، وهنا ممكن ان الاستاذ يرتكب خطا اخر في ادخال النقط في مسار، اما كيكتب شي نقطه خاطئه، واما انه كيكتب نقطه ديال شي تلميذ كيكتبها لتلميذ اخر. المرحله المواليه في اخر السنه، يعني قبل ما يخرجوا النتائج، الاداره شنو كدير؟ كتطبع، كتامبريمي النقط ديال التلاميذ، هذوك اللي دخل الاستاذ المسار كتامبريميهم، وكتعاود تعطيهم للاستاذ يعاود يتاكد منهم، هو راه تاكد منهم فاش دخلهم، عاود تاكد منهم، وهي كتعاود تعطيه ثاني يعاود يتاكد منهم ويشوفهم مزيان واش هما هذوك، ثم كيوقع عليهم. فهذاك التوقيع كيكون هو التوقيع النهائي على النقط. يعني